FM. الكلمة ليك. نبداو بالتيتر نتاع مجلة ليكيب الفرنسية ويمبلي شونتي لا مارسيايز. هذا البارح كان الحدث الكبير خلال المباراة الدولية الودية اللي جمعت انجلترا بفرنسا. البارح كان تكريم كبير وتضامن كبير مع الشعب الفرنسي وتنديد بالهجمات الإرهابية اللي كانت صارت. كل ماتش هذا يستناه برشا كلام تقال في تأجيل في إلغاء المباراة هذه نظرا للتهديدات الكبيرة، لكنه فينالمون تلعب المقابلة وفي صعوبات بانتصار انجلترا 2-0. المباراة عرفت دقيقة صمت احترمها 80,000 متفرج كانوا حاضرين في ويمبلي، الانجليز الكل والفرنسيين بالطبيعة اللي حاضرين غنيوا لمارسييز كاملة. البارح كان تكريم كبير مع كما قلنا وتضامن مع الشعب الفرنسي، زيد حتى يستناو لين دقيقة 57 يدخل لاسينا ديارا لاس لاعب المنتخب الفرنسي اللي هو كان فقد الساكوزين في الباتاكلون، كانت توفي ما بين الضحايا عملوا تكريم سبيسيال اللي هو معناتها برشا شفنا برشا دموع بارح من الجمهور من الكيب اللي حاضرين من الكيب تكنيكلي والمدربين. دونك ما نجمش نقولوا معاذ انه المباراة دارت في اجواء عادية نتاع بارتي اميكال، ما تنجمش تكون تعيش في اجواء عاديه بالطبيعه، لانه البارح كانت ليموسيون كانت كبيره، حتى اللي سبق الماتش زاد يخلي هيك معناتها تلعب بالماتش. هما الحاجه الباهيه ولا الاراده اللي معناتها لعبوا الماتش، وشوفنا التهديدات اللي مش بعيده في المانيا، التهديدات في ملعب هانوفر قاو جوستومون في المباراه الوديه اللي كانت منتظره ما بين المانيا وهولندا. شنو اللي صار بالضبط معاذ؟ قاو امبيلونس كلها متفجرات قريبة استاد بعد فمش ما اكثر من هكا، والماتش كان مش تحضر فيه انجيلا ميركل، معناتها تهديدات كبيره خلي ليزيفينمون هذا من الكبار نتاع المقابلات. مقابله البارح فيها 80,000 في ويمبلي، اللي قبل في سان دوني مقابله نتاع فرنسا اكثر من 80,000، معناتها تهديدات كبيره سيبل كبيره. لكن البارح تشوف إرادة من الشعب الإنجليزي من الشعب الفرنسي اللي لعبوا المباراة، ورغم شافوا التحديات الكل الأمنية كانوا على أعلى مستوى وتمكنوا من لعب المقابلة. دونك خويا لو كان نعملوا ريكوبون احنا ممكن قراءة نقدموها بالنسبة للعمليات الإرهابية اللي كان مزمع مواصلة تنفيذها بعد سان دوني، وأنه كانوا مانيش باش نطيحوا نفلسفوا ولكن قراءة بسيطة ممكن حتى أي مواطن عادي كي يعمل ركوبمون لهالمعلومات يفهموا أنه العناصر الإرهابية قررت استهداف بعض الدول الأوروبية انطلاقا من أطراح الكرة أميكال ولا الرسمي اللي كانت مبرمجة نبدو سان دوني هو ألمانيا. يمكن الإرهابيين يفهموا برشا في الكرة خاتم سوسون دي جورني فيفا هم معناتها نهار الجمعة والثلاث البارح جورني فيفا اليوم خاصتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنتخبات. كما شفنا البارح المنتخب الوطني التونسي كان لعب ونهار الجمعة كان لعب في موريتانيا. المنتخبات في العالم الكل اللي تحت لواء الفيفا تلعب مقابلات كسوة ودية ولا كاليفيكاتيف للكوب دو موند ولا الكأس الأمم الأوروبية. شفنا الليدات معناتها يعرفوا لي ماتش عندهم الكالندري نتاع المقابلات في أوروبا، وتردير هذيك يتحركوا هما باش ينظموا ولا ينفذوا ولا يحاولوا باش ينفذوا عملياتهم الإرهابية. دونك نقولوا ربي لطف مره اخرى، لانه اذا الله لا يقدر صارت عمليات ارهابيه البارح في استاد في هانوفر في المانيا، ممكن برمو معناها تولي تاريخ جديد قاعد يتكتب في اوروبا وفي العالم. بالطبيعه اذا كان ضربه في استاد شفنا احنا في باتاكلون ما فيهوش برشا عبيد، وشوف شنو صار اذا كان ضربه في استاد فما 80,000 متفرج. اذا كان انت باش تاخذ بارتي برك لا قدر من الساد باش تلقى فيه 20,000 مخلاف هذه نقول تفجير واحد مخلاف تعرف الدزين والجري والعوالم شنو ينجم يصير اكثر من هيك. شكرا لك معاذ الشريف. كاب اف ام الكلمه ليك.